إعلان الجندي الأمريكي والفتاة المحجبة يستفز الأمريكيين المسلمين. يقول نص الموضوع: أثار إعلان انتشر في شوارع الولايات المتحدة لجندي أمريكي يحتضن فتاة منقبة كتب تحته رسالة لكي نظل معا. أثار هذا الإعلان جدلا واسعا في الشارع الأمريكي، حيث رأى البعض أن الحملة عنصرية ضد المسلمين، ورأى آخرون أن الحملة مستفزة لمشاعر الأمريكيين بعد أحداث 11 من سبتمبر، فيما تلقى الحملة دعما كبيرا من سيدات أمريكيات مسلمات ومحجبات ومتزوجات من جنود أمريكيين. هذه الحملة الإعلانية أطلقتها شركة طبية تخصصت في إنتاج الأدوية الخاصة بعلاج الشخير أثناء النوم، والحملة فكرتها أن هذه المنتجات هدفها أن يظل الأزواج بجانب بعضهما البعض، ورأت الشركة نموذج الجندي الأمريكي مع زوجته المنقبة مثالا جيدا لتوصيل هذه الرسالة. للتعليق على ما أثارته هذه الحملة من جدل واسع في الولايات المتحدة الأمريكية، معي على الهاتف من واشنطن الأستاذ أحمد الطهري، مدير مكتب جريدة الوطن هناك. أهلا وسهلا بيك أستاذ أحمد. الخير يا دكتور. أهلا، مساء النور. أهلا وسهلا بيك. يعني كيف ترى أنت شخصيا هذه الحملة؟ ربما أنت هناك وتستطيع تقييم الموقف بشكل أدق. هل الحملة بالفعل يعني عنصرية ولا بتدعو للتعايش من وجهة نظرك؟ لا، هو احنا لو بصينا على اللي قاله صناع الإعلان ممكن نفهم أن الحملة تحمل مدلول سياسي أكثر منها مدلول عنصري. أولا البنت والولد اللي لابس كنت أمريكي، دول موديل في إعلانات. البنت أمريكية من أصل إيراني. زي ما حضرتك لو شفت الصورة بتاعة الإعلان بتقول إن هم يعيشوا سويا أو يبقوا سويا، تمام. والإعلان لدواء جيوب أنفية أو بمعنى أدق للشخير أثناء النوم. وحضرتك طبعا يعني راجل دكتور اعلام وتفهم في تحليل المواد الاعلانيه طبعا. هنا بيتهيألي ده مدلول سياسي وموجه بصفه خاصه تجاه ايران او تجاه التطرف الاسلامي بالعيش سويا دون ازعاج. ده من وجهه نظري الشخصيه، زي ما حضرتك سالتني من وجهه نظري الاعلان ده ايه. من ناحيه ردود الافعال، طبعا اللوحات الاعلانيه دي اول ما ظهرت في مدينه لوس انجلوس، معروف ان مدينه لوس انجلوس بتضم جاليات عربيه واسلاميه ضخمه للغايه ومؤثره للغايه. يمكن بيصل عددها نحو 1.5 مليون عربي ومسلم هناك في لوس انجلوس، غالبيتهم بالمناسبه من المصريين. معظم الجدل حتى الان دائر على مواقع التواصل الاجتماعي رفض لفكره ظهور البنت المنتقبه بهذا الشكل، على اعتبار ان ده زي يرمز للاسلام. ولكن حتى الان لم نشهد تفاعلات من الكيانات الاسلاميه اللي هنا او منظمات الجاليات. طب ده غريب الى حد كبير، يعني عاده الكيانات النشطه من الكيانات الاسلاميه يعني بتنتظر مثل هذه الامور لرفع صوتها. الإعلان هو نمره واحد البحث عن فكره ملفته، ونمره اثنين ان هو فكره التعايش والتسامح، فرمزوا قاموا بالرمز لهذه الفكره بهذا الشكل. طيب بشكل عام استاذ احمد، هل هناك تحول، هل هناك تغير ما في نظره الامريكيين للمسلمين خلال الفتره الاخيره؟ يعني مثلا هل من 10 سنين او من 15 سنه كان ممكن نتوقع انه يبقى في اعلان في صوره لمنتقبه في هذا المشهد الرومانسي؟ بس اقول لحضرتك حاجه، وحضرتك يمكن يكون طبعا عندك خلفيه بهذا الامر. الشعب الامريكي وقت احتلال العراق لما كانوا بيعملوا برامج تلفزيون بيسالوهم العراق فين، ما كانوش عارفين فين العراق، وفي ناس قالوا يمكن تكون ولايه جنب شيكاغو. الشعب الامريكي حتى هذه اللحظه السياسه الخارجيه او العالم الخارجي لا يستحوذ على الكثير من اهتماماته الا لو اثرت عليه بشكل مباشر، يعني مثلا يهتم بالسياسه الخارجيه لبلده ولو السياسه الخارجيه دي هتتسبب مثلا في ان ضرائب زياده تضاف عليه، غير كده
ما تلاقيش عنده اهتمامات كبيرة، العالم حوله بيدور فيه ايه اكتر ما داخل الولايات المتحدة بيدور فيه ايه مسألة التسامح مع المسلمين. يعني انا حتى لمستها في رمضان الماضي لما كنا بنروح نصلي صلاة التراويح، كانت الامور عادية جدا وما فيش اي مشاكل وما فيش حد بيتعرض لحد وكله ماشي تحت حكم القانون. نعم. انما طبعا من الحين للاخر بتظهر بعض التصرفات العنصريه من قبل البعض. شاهدنا من قبل موضوع فيلم الفيلم المسيء اللي انتج في نيويورك عن الرسول عليه الصلاه والسلام، والان نرى مثل هذا الاعلان، واكيد الاعلان ده هيمس مشاعر الناس. طيب لكن هل استاذ احمد اخيرا، الاعلان هل ده في رايك بيحمل رساله سياسيه طيب اكثر استاذ منها احمد، هل رساله تعتقد عنصريه انه او احنا رساله لاشعال غضب الحق؟ هل تعتقد يا استاذ احمد انه احنا في حاجه لحملات دعائيه حول الاسلام في الغرب او في الولايات المتحده الامريكيه على وجه التحديد من وجهه نظرك وبايجاز؟ والله يا فندم انا تقديري ان احنا محتاجين نعيد شرح ديننا الحنيف داخل مصر اولا قبل ما نوجهه للعالم الخارجي، بحيث ان احنا نسند الافكار اللي زرعتها التيارات المتطرفه والصوره اللي رسمتها التيارات المتطرفه داخل بلدنا وداخل العالم العربي، وبعدها تمام. نقدر نوجه رساله اخرى الى الغرب، لان يعني السنه الحقيقه اللي فاتت اجابه دقيقه جدا وموضوعيه جدا، اسوأ انا دعايه. بشكرك عليها استاذ احمد. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الاستاذ احمد الطاهري مدير مكتب جريده الوطن في واشنطن على هذا التحليل.